وصلوا. تفضلوا، حياكم الله. الله يحييك. عم جابر، بشر، عرفت شلون تصلح حريص من نتائج العينة؟ إيه، أبشرك عرفت. وهذا إيصال شحنة قطعة الإرسال مصنوعة خصيصاً علشان تشابه الشريحة الإلكترونية الموجودة عند حريص، رح توصل خلال يومين. تطمنا على حريص، خلاص يلا نلعب. نشوف من يفوز، وأكيد إنه أنا. جول! لسه ما انحسب الموضوع، انتظر دوري. واحد. الحين بيجيك الهدف اللي راح ينهي اللعبة. تسرب. وين التسرب؟ هذا الخزان فيه تسرب، لازم ننادي أبوي عشان يفتحه. يبا. هلا، وش فيكم؟ كشفت عن وجود تسربات من خزان الموية الأرضي. شلون فيه تسربات في الخزان الأرضي؟ التسربات بسبب التشققات الموجودة بجدران الخزان. جذور الأشجار اللي تحت الأرض هي أحد الأسباب اللي ممكن تسبب تشققات في جدران الخزان. كيف أعرف عن هالتسربات؟ لازم تكشف بشكل دوري على المواصير والجدران الداخلية للخزان وتعمل لها صيانة بالوصلة بين العداد والخزان نفسه. من الأشياء الثانية اللي بيلها فحص دوري هي عوامة الخزان، لأنها إذا تعطلت ممكن تسبب طفح في الخزان. آخر شيء، لازم نشيك على المواصير الداخلية للبيت كامل ونتأكد أن ما فيها أي تسربات. هذه التسربات أكيد هي سبب ارتفاع استهلاك الموية في بيتنا. صحيح، لأن هذا أكبر مسبب للجفاف في المستقبل. غريبة، ليش جو الآن؟ وش فيك يا عم جابر؟ لازم أروح الحين ولا بتأخر. البرنامج الوطني لترشيد استهلاك المياه.